الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخفٍ بالليل وسارب بالنهار، له معقِّبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات المباركة من سورة الرعد يسلط الله سبحانه وتعالى على موضوع مهم في علم التوحيد: الله عالم بكل شيء، وعلمه عين ذاته، العلم هو حضور شيء عند العالم عندما يحضر شيء عندي فأنا عالم به، يحضر عندي هذه الصفحة من القرآن الكريم، أراه، أحسه، أنظر إليه، تنطبع صورته في ذهني، فأصبح عالمًا به هذا معنى العلم، ومعنى الجهل على ضده، يعني إذا لم يحضر أو لم تحضر حقيقة الشيء في ذهني فأنا أجهل به، أنا الآن أجهل بما يقع في خلف هذا الجدار، ليش؟ لأن ما يحدث خلف هذا الجدار ليس حاضرا عندي وفي ذهني. طبعا العلم اكو علم ذهني واكو علم حضوري. العلم الذهني ان اتصور شيئا. انا مثلا مرات عديده قد ذهبت الى زياره الامام الحسين صلوات الله عليه في كربلاء او قد ذهبت الى الحج او العمره فأستطيع أن أصور الكعبة في ذهني الآن والناس الذين يطوفون حوله بإمكاني أن أحضر ذلك المنظر البهيج من ضريح الإمام الحسين عليه السلام في ذهني هذا علم ذهني وليس حضوري لأن الآن مو حاضر عندي ولكن أتصوره أما علم الله، علم الله مطلق ومسيطر على كل شيء قبله وبعده، هذه الحالة عندما يتصوره المؤمن ويتيقن عليه أو به تحصل عنده حالة الخشوع أمام الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات القرآنية من سورة الرعد، الله يبين أن كل شيء حاضر عنده وعالم به، كل شيء في الوجود الله يعلم به، طبعاً لأجل أن يبسط الله سبحانه وتعالى ذلك، يأتي بقضايا عجيبة من قضية الجنين في بطن امه اول ايه اللي هي الايه الثامنه من سوره الرعد يقول سبحانه وتعالى الله يعلم ما تحمل كل انثى كل امراه ماذا تحمل خب ممكن اليوم واحد يقول انا ما اقدر اعرف اخلي جهاز واكتشف الجنين الذي في رحم امه يعلم هنا ليس بمعنى ان هناك جنينا في بطن امه وفي رحم امه فقط يعلم ما تحمل يعني كل شيء يرتبط بهذا الحمل اسود ابيض سوي غير سوي له اصابع ما له اصابع سعيد ام شقي عندما يولد يولد بشكل سوي او لا يولد بشكل سوي كل شيء يرتبط بهذا الجنين هو تحت علم الله سبحانه وتعالى حتى صفاته الروحيه النفسيه الاخلاقيه مستقبله ماذا يقول اليه كل هذه الأمور يعلمه الله سبحانه وتعالى، مو فقط أنه يعلم شنو في بطن أمه. الله يعلم ما تحمل، كل شيء تحمله أية أنثى، كل أنثى. العلم الكامل المطلق لهذا الجنين هو عند الله سبحانه وتعالى. وما تغيظ الارحام وما تزداد هنا المفسرون اختلفوا كثيرا في هاتين الكلمتين تغيظ وما تزداد تغيظ الارحام تغيظ من الغيض يعني الماء الذي ينتهي مفعوله او ينصب ولا يستفاد منه هذا معنى الغيض في سفينة نوح وغيظ الماء واستوت على الجودي يعني الماء انتهى مفعوله سحبته الأرض الأرض وما تزداد أما حسب الروايات من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يقال ان هذا هاتين الكلمتين هاتان الكلمتان وما تغيض الارحام وما تزداد اشاره الى مده الحمل بعض النساء يلدن اولادهن قبل المده المعينه هذا اشاره الى تغيض الارحام يعني مثلا المعروف حسب قانون الولادة تسعة أشهر يبقى الجنين في رحم أمه، بعض الأجنة يعني جمع الجنين يخرج من بطن أمه من رحم أمه في الثامنة من الشهر من الحمل، بعد ثمانية أشهر من الحمل المرأة تلد، وما تزداد بعض النسوة يزداد الجنين في رحمهن أكثر من تسعة أشهر بأيام هذه رواية بها المهم كل ما يرتبط بالجنين وولادته الله عالم به وكل شيء عنده بمقدار هذه كلمة كل شيء عنده بمقدار كلمة جدا عظيمة في الخلق كله لا يرتبط بقضية الجنين فقط كل شيء في الوجود له مقدار في آية أخرى أيضا تشير آية أخرى في سورة أخرى أنه كل شيء في سورة الطلاق آية ثلاثة قد جعل الله لكل شيء قدرا هذا جدا قضية فيزيائية مهمة إذا نريد نعالجها بطريقة علمية عصرية يعني مثلا من باب المثال الليل في هذا الوقت الذي نعيش فيه له مقدار غدا يمكن ينقص او يزيد دقيقه الشمس الطاقه التي تعطي للكون وتعطي للارض للكره الارضيه بمقدار لا زايد ولا ناقص اذا زاد عن مقداره اضطرب الكون كله اذا زادت حراره الشمس على الكره الارضيه كل شيء في الكون في الكره الارضيه يحترق واذا نقصت الحراره كل شيء يتجمد فكل شيء بمقدار الامور المرتبطه بفيزياء الكون كله بمقدار وحتى الجنين كله بمقدار يعني النطفه توضع في الرحم بقدره الله سبحانه وتعالى بالتزاوج وبعد ذلك يتدرج بمقدار مقدار 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 الى ان يكبر هذا الجنين والى ان يولد هذه قضيه جدا مهمه في الكون وإشارة إلى عظمة الخالق وتدبيره وربوبيته أيضا لولا هذه الربوبية أنا دائما أكرر في هذه السورة المباركة التأكيد الكثير في سورة الرعد على الربوبية مو على الخالقية فقط لأن الخطاب مع المشركين والمشركون كانوا يعتقدون بالخالقية ولكن لا يعتقدون بالربوبية كما أنفت فلذلك اشاره الى ان كل شيء عند الله بمقدار انظروا الى الكلمه الى الجمله الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد على التفاسير المختلفه المهم وكل شيء عنده يعني عند الله يعني عند تدبيره عند ربوبيته عند ادارته لهذا الكون بمقدار كل شيء لا يرتبط بالجنين فقط يعني ايها القارئ لهذه الايه التفت الى هذا المغزى المعنى العجيب المسيطر على الكون ولولا هذا المقدار لاضطرب كل شيء في الوجود النباتات كيف تنمو كيف تزدهر الاشجار كيف تثمر النخيل متاد تعطي النخل مداد تعطي الثمر أي التمر الفواكه كيف تت الفواكه كيف تتزاوج كيف تتنابد كل هذه بمقدار هذا الشيء عجيب في الكون ولكن خوب واحد من باب أنه إحنا متعودين على الكون الصبح نقوم من النوم نشوف الشمس طالعة بالليل ننظر إلى السماء نرى أن القمر يزدهر أيضا القمر مقدار من الهلال إلى أن يصير قمر في ليلة الخامس أو الرابع عشر من الشهر ثم ينتقص ويصبح كالعرجون كما في الآية كل هذه الأمور في الكون بمقدار في آية, ال... في آية أخرى و... إن من شيء في سورة الحجر آية 21 إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الخزائن عند الله ينزل من هذه الخزائن بقدر معلوم ولولا هذا القدر المعلوم الذي ينزله الله بربوبيته لاضطرب الكون كله في بدني كل شيء في بمقدار في بدن الإنسان العناصر الموجودة في الدم العناصر الموجودة في العروق الأمور الموجودة في المخ العروق الموجودة في العين كل شيء بمقدار ولذلك تشوف واحد لما تخرب المعادلة عنده يصير مريض مثلا يأكل في تشي يتناول شيئا مضرا يتخم في الأكل اضطراب يصير في المعدة اضطراب يصير في الصدر في التنفس العناصر الموجودة في الدم تضطرب لها مقدار لها مقدار معين ولذلك حفظ الصحة واجب الروايات والأحاديث التي تشير إلى صحة الإنسان كيف ينام كيف يأكل كيف يشرب ماذا يشرب ماذا يأكل كيف يرتاح ماذا يلبس هذه الروايات العجيبة الكثيرة من الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأئمة المعصومين حول صحة الإنسان هذا شنو؟ هذا لأجل تعديل ذلك المقدار إذا اخترب ذلك المقدار البدن يخرب وضعه يصير مريض الحيوان ايضا نفس الشيء النباتات لها مقادير معينه يعني لازم الزارع يعطي ماء معين اذا اعطى وسقى الزرع ماء اكثر من اللازم الزرع يخرب اذا ما اعطى الزارع الماء للزرع ما ينبت الشجره تموت هذه مقادير معينه رب ضبطها الله سبحانه وتعالى في الكون كله ومنها الجنين فالايه اخرها عامه صحيح انه تبدا من الجنين الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد نهايه الايه عجيبه وكل شيء عنده بمقدار هذا المقدار اذا اضطرب الان الكون ليش مضطرب؟ ليش كل شيء صاير فيها ازمه؟ لانه صار شيء خلاف المقدار. الامراض الفتاكه التي اصابت البشريه في هذا العصر لان هذا المقدار اخترب بفعل البشر اخترب. الفيروسات التي تاتي وتهجم على البشريه جمعاء الان شنو هذا؟ من اختراب والاضطراب في المقدار، المقدار اضطرب ولذلك البشر ما يتحمله، الكون ما يتحمله، الزراعه ما تتحمله، المناخ ما يتحمله، الهواء ما يتحمله، هذا المقدار الذي جعله الله يجب ان البشر يدير بال على ضبط هذا المقدار. ليش الآن اجتماعات يصيروا مؤتمرات لقضية المناخ، لقضية البيئة؟ هذا شنو معناته؟ معناته أنه توصل العلماء الفاهمون الذين يريدون خيرا للبشرية، مو ذولاك اللي يريدون شرا للبشرية. العلماء الذين يريدون خيرا للبشرية يعقدون مؤتمرات للبيئة، لتعديل المناخ. الثلوج الموجوده في القطبين اذا اخترب الوضع وهذه الثلوج ماعت وسالت سوف تغرق الكره الارضيه هذه امور مقاديرها معينه الجبال مقاديرها معينه الانهر مقاديرها معينه هذه اشاره الى انه ايها البشر دير بالك لا تخرب هذه المقادير حتى لا تضطرب قوانين المقادير الفيزيائية التي صنعها الله خلقها الله دبرها والآن هو الرب لها هاي الآية الأولى بعدين توسع موضوع العلم العلم الإلهي أول فقط مثال للجنين الله يعلم ما تحمل كل أنثى لمستقبله لسعادته لشقائه ل ماذا يؤول امره بعد ذلك يقول مو فقط الجنين عالم الغيب والشهاده الله عالم الغيب والشهاده شنو معنى الشهاده وما معنى الغيب الذي يشهده الانسان ويكون حاضرا عند الانسان يقال عالم الشهاده هل ينتهي كل شيء لا هناك مليارات الاشياء غائبه عنا الطاقات الكثيره الموجوده في الكون غائبه عنا هسه شويه بعض العلم العلم اكتشف بعضها ولكن البعض الكثير الكثير غائب عنا المستقبل غائب عنا ماذا يقول امرنا اليه غائب عنا الان انا قاعد هنا أنا ما وراء هذا الجدار غائب عني ما يدور في المحيطات في الاجواء في البلاد في المدن غائب عني لا اعلمه ممكن عندي وسيله للعلم شلون اجهزه اخلي هل هذه الاجهزه دقيقه او لا وبالنتيجه يحتاج الى جهاز حتى اعلم حتى اتسلط عليه اما الله كل شيء عنده حاضر سواء المشهود لنا وللجميع وسواء الغيب الغيب يشمل كل ما يغيب عن الانسان الغائب في التاريخ الله عالم به الغائب في المستقبل الله عالم به الغالب الان الغائب الان الله عالم به. هذه الحاله عندما تحدث للانسان المؤمن يتيقن ان هناك قوه كبرى خالقه مدبره ربا مسيطرا عليه بعلمه يراه ويرى كل شيء حوله ويرى مستقبله ويعلم بكل شيء يحصل عند الانسان حاله تحصل عند الانسان حاله انه بعد يخاف يذنب لانه وين انا اذنب كيف ارتكب الذنوب والله عالم بكل خفاياي حتى ما انوي به الان انت قاعد يمي ممكن تقول انا اشوفك تقدر تقدر تشوف ما في قلبي؟ هل يمكن لك ان تتعلم او تعلم ما انوي انا الان من كلامي؟ ما انوي في عملي؟ ما انوي لغدي؟ اي شيء ما اصلا ما ممكن هذا الشيء. هذا غيب كله والله يعلم كل هذه الامور، عالم الغيب والشهاده. ليش؟ لأنه الكبير المتعال الكبير مقابل الصغير مو في المادة في المادة هناك شيء نسبي صغير وكبير مثلا هذا الكتاب هذا المصحف الذي أمامي أكبر حجما من ذلك المصحف الذي طبع بطباعة أصغر من هذا هذا معنى الكبر والصغر في الامور الماديه اما الكبير الذي ينسب الى الله وهو من اسماء الله سبحانه وتعالى يعني اكبر من كل شيء في علمه في حلمه في خلقه في تدبيره في ربوبيته كبير في كل شيء في كل ما يرتبط بهذا العالم وما بعد هذا العالم وللمستقبل هو كبير ومتعال يعني علو عنده على الجميع ممكن اكون ناس عندهم علو ولكن علوهم نسبي علومهم علوهم مؤقت اليوم هذا عالي بكره يصير ناصي اليوم هو رئيس بكره يكون في السجن ومحبوس الكبير المتعال الذي يعلو على كل شيء وعلى كل الخلق هو الله سبحانه وتعالى فشوفوا عالم للغيب وللشهادة وكبير ومتعال بعد ذلك يشير سبحانه وتعالى في الآية رقم عشرة من سورة الرعد إلى شيء لطيف وهو أنه هذا العلم بعد يتجاوز كل الحدود يعلو على كل الحدود اكو هناك اشياء الانسان لما يتصور العلم شنو يتصوره؟ يتصور انا اذا اريد اخفي نفسي واكتم اموري اقدر شلون؟ اذا اريد ان اخفي شيئا عن الناس عن الاخرين شنو اسوي؟ اغلق الغرفة اسكر الباب اخلي تجوري اخلي المجوهرات في هذا التجوري في هاي القاصة يعني المخزن فاغلقه او اريد ان اخفي سلوكي بالليل من في في عتمة الليل امشي حتى لا يراني احد هذه سبل للاخفاء شوفوا الايه شو تقول يقول سواء منكم يعني عند الله سواء منكم يعني لا يختلف سواء هذا معناته سواء منكم من أسر القول ومن جهر به الآن إذا أريد في مجتمع قاعد أنا وأريد أتكلم مع صديقي أو مع ابني أريد أكلم بشيء لا يفهمه الآخرون ما يلتفتون إليه شنو أسوي؟ أجي أسر له أسر له يعني شنو؟ يعني بالسر أتكلم معه الناس قاعدين يشوفوني بس ما يدرون أنا شنو حكيت ماذا تكلمت مع صديقي أو مع ابني أو مع أبي ما يعرفون ليش؟ لأن إسرار سوت إسرار يعني خفية تكلمت معه والآخر ما يفهم أما إذا أريد أن يفهم الآخرون أجهر به يعني جهرا مو يقولون أنه صلاة الظهر والعصر بالإخفات وصلاة الصبح والمغرب والعشاء بالجهر هذه من الواجبات في الصلوات طبعا الجهر مو واحد يصيح يعني صوته يفهم الله يقول بالنسبة إلى الله سواء منكم يعني سواء عند الله بعد عند الله محذوف سواء منكم يعني من الناس من أسر القول يعني عمل القول بسر بإخفاء تكلم مع صديقه الله يعلم به ومن جهر به ما يفرق عنده يعني الجهر والإخفاط السر وعدم السر للقول وللعمل وللعمل أيضاً سواء عند الله شوفوا السلطة العلمية الموجودة السيطرة العلمية العلمية لله عالم بكل شيء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وهو ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار اللي بالليل يستخفي يعني يريد يشرد من البلد شو يسوي؟ في الليل يمشي لكن اليوم خو ماكو كهرباء اليوم من نفس الشيء في الطرق ماكو كهرباء فخفية بالليل يستخفي يستخفي يعني يطلب الخفاء من باب الاستفعال ومن هو يعني الشخص الذي يستخفي بالليل يعني يجعل الليل ستارا له ويستخفي الله يعلم به وسارب بالنهار اللي لا يسرب يعني يجري في النهار أيضا في علم الله سبحانه وتعالى هنا أنا أكو آية الآن نقرأها شوية مشكلة مشكلة ليس للمتدينين ليس للمؤمنين أنا قبل أن أشرح هاي الآية هاي الآية من سورة الرعد رقم 11 وقدم مقدمة هناك قوى في الكون تدبر الكون بأمر الله سبحانه وتعالى اللي احنا نسميها المدبرات أمرا يعني الملائكة احنا منشوفها إخواني الفرق بين المؤمن وبغير الم وغير المؤمن هذا الخيط الرفيع الإيمان بالغيب ولولا هذا ما تشوف أكو فاصل بين المؤمن وغير المؤمن الخيط الرفيع بين الإيمان وبين غير الإيمان ليس من سمي كفر هو أن نعتقد بشيء غائب عن الأنظار مثلا من باب المثال أنا أؤمن بالوحي أؤمن بالقرآن أؤمن بالإنجيل والتوراة والزبور أؤمن بالأنبياء أؤمن بالكتب النازلة من السماء فإذا الكتب النازلة من السماء قالت أن هناك قوى في الكون تسمى الملائكة أن هناك قوى أو مخلوقات أخرى تسمى الجن أنا يجب أن أعتقد بها ليش؟ لأنني قبلت الألف فيجب أن أقبل بقية الحروف إلى الياء كلون في الواحد هاي دائما أنا أكررها في الولد ودوه الى المدرسه ذاك اليوم مدارس ما كانت مكتب كان يوم ثاني ثالث هذا قاعد الشكل اخر شيء المعلم دز على ابوه قال له تعال بابا قال شنو القصه؟ قال هذا الولد كل ما اقول له قول الف ما يقول الف ابوه قال له ابني ليش بتقول الف؟ قال بابا مو انا ادري شو القصه الولد كان ذكي وفي نفس الوقت تنبل كسلان قال له بابا مو هذا أدري يريد يسوي المعلم اليوم يقول لي يقول ألف بكرة يقول لي يقول باء بعد بكرة يقول لي يقول ثاء وهكذا أنا ما لي خلق أرتاح إحنا ما دام قلنا الألف يجب أن نروح إلى نستمر إلى الياء نحن قبلنا بالدليل العقلي ان هناك الها خالقا وربا رب الان مسيطر علينا وهذا الرب الاله حكيم بعث الانبياء والكتب وانزل الوحي على رسله وانبيائه وجاء بهذه الكتب الانبياء قالوا لنا والكتب والقران قال لنا هناك مخلوق اسمه ملائكه لازم نقبل يمكن انا ما افهم شنو الملائكه اليوم شنو يعبرون؟ يعبرون اكو قوى في الكون ما نفهمها شنو هو العلماء يقولون العلماء المكتشفون المخترعون الذين عندهم يد طولة في هذه الأمور يقولون أكو قوى في الكون بعضها مكتشفة وبعضها غير مكتشفة خو أنت سمي الملائكة قوى ما عندنا مشكلة في الأسماء إحنا نسميه ملائكة الملائكة مخلوقون من قبل الله سبحانه وتعالى ولهم مسؤوليات جدا عظيمه، وانا شفت في الروايات وفي الاحاديث ان عددهم لا يحصى اصلا. يمكن اقول مليارات المليارات اكثر من البشر، هؤلاء من قبل الله سبحانه وتعالى هم الذين يدبرون امر الكون، ممكن تسال الله ليش ما يدبر؟ الله جعل وقرر وقضى قضاء مبرما ان تسير الامور ضمن الاسباب والمسببات. الله كان يقدر كل شيء يسوي الله كان يقدر كل الناس يصيرون مؤمنين، ولكن عنده قانون، قانون الامتحان والابتلاء ابتلاء في الدنيا لازم اخلق. واعطى فطره وعقل وياتي الانبياء وتاتي الكتب السماويه وهناك صراع بين الخير والشر وانا امتحن اسباب ومسببات الكون كله تحت نظام الاسباب والمسببات ولكن هذه الاسباب والمسببات مسبب الاسباب هو الله سبحانه وتعالى هذه المقدمه عرفوها حتى نجي إلى الآية الآية شو تريد تقول قبل ما أقراها الآية تقول أكو معقبات بين, ال... بين يدي الإنسان ومن خلفه يحفظونه معقبات منه معقب يعني الذي يعقب الإنسان يعني وراء وراء ويا ويا حسب تعبيرنا نقول وياك وياك أكو قوى مخلوقة من قبل الله سبحانه وتعالى لإدارة هذا الكون ولإدارة أنا وأنت وغيري وغيرك بس احنا ما نشوفهم احنا شلون نقول اكو كرام كاتبين كرام كاتبين يعني منو يعني رقيب وعتيد ملك هنا وملك هنا هؤلاء يكتبون حتى انا شفت روايه انه يتغيرون يعني من الصبح لليل يجي رقيب عتيد هنا بعدين هذول يتعبون حسب تعبيري يروحون بالليل من اول الليل الى اخر الصباح الى اول الصباح يجون اثنين اخرين يكتبون ما نعمل وما ننوي و الى اخره طيب خوالله الله خو يدري اليس الله عالم بكل شيء اسباب ومسببات لازم تكون في قضيه الحفظ شيء غريب هذه الايه اقرأها شوف شلون تفسيرها. له معقبات من بين يديه ومن خلفه ثلاث ضمائر هنا موجوده له هذا الضمير الاول من بين يديه الضمير الثاني ومن خلفه عفوا اربع ضمائر له معقبات من بين يديه الضمير الثاني. ومن خلفه الضمير الثالث يحفظونه الضمير الرابع من هذا الضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى الإنسان كما في التفاسير وكما في الروايات والأحاديث النبوية ومن الأئمة عليهم السلام الله خلق في هذا العالم عالم الأسباب والمسببات ملائكة سماهم معقبات معقبات يعني اللي يعقب الإنسان مع الإنسان يروح مع الإنسان له يعني للإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه منا منا شو يسوون هذول المعقبات؟ هذول الملائكة شنو مسؤوليتهم؟ يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله من مو معناته يحفظونه من عذاب الله لا الأوامر تجي من الله هذول حفظه حتى في بعض الروايات شفت ان الولد عندما يولد بس ما يولد المعقبات وياه واحنا شوي ندرك هاي الامور، شوي نفهمها يشوف بعض البلاء ياتي الى الطفل ولكن يندفع البلاء يعني المفروض كان هذا الطفل يقتل يفنى ولكن يبقى حي هذه الملائكة يحفظونه. بعدين شو يصير؟ بعدين لما يجي الأجل والقدر المحتوم والقضاء المبرم يتركوه. بأمر الله أيضا، من أمر الله. هذه ممكن واحد مادي الذي يعتقد بالمادة ولا يؤمن بالغيب ما ما يفهمها أصلا. شلون اكو معقبات؟ نحن نفهمها لأن الله يقول في آيات مختلفة اكوها. له يعني للانسان معقبات ملائكه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله يعني بامر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم طيب هاي الفقره من الايه ليش جايه هنا هذا العجيب هذا القانون اللي احنا نسميه اكبر قانون في فلسفه التاريخ في علم الاجتماع انا ما عندي وقت الليله اشرح انه شنو معنى شنو ارتباط علم الاجتماع في هذه الايه بهذه الايه وايضا فلسفه التاريخ مو التاريخ يعني كيف ان الاقوام اندثروا تلاشوا انتهوا قوم فرعون، قوم نمرود، قوم عاد، قوم ثمود شنو صار؟ شنو السبب؟ تدرون الان في الجامعات العلميه في كل العالم اكو حقل دراسي حتى ياخذون فيها درجه الدكتوراه ايضا باسم فلسفه التاريخ. علم اخر، علم الاجتماع سوسيولوجي. طيب شنو يريد يقول هذا العلم او ذاك العلم؟ يريد يكتشف كيف ان الامم والحضارات تتلاشى وتنتهي وكيف انها تبقى طيب هذا موضوع جدا مفصل الله سبحانه وتعالى في جمله واحده يلخص هذا القانون ان الله ان للتحقيق يعني حتما هكذا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم قانون شنو ربطه بالمعقبات؟ له معقبات ملائكه يحفظونه لينحرف لينجر الى الفساد لا يهوى لا ينجرف لا يسقط كل هذه الامور الله لطيف بعباده مخلي معقبات شغلهم حفظ هذا الانسان بس اذا هو ما يريد اذا هو إلا جوج في امر الله يريد يرتكب المعاصي مو هو المجتمع اذا اختلف المجتمع اذا فسد الحضاره اذا انحرفت يتركها الله يقول روح شوف الايه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم النعم تترى على الانسان اما عندما البشريه تكفر ولا تشكر عملا مو لفظا من انواع كفر البشريه اليوم شنو؟ من انواع الكفر ان الملايين في كل عام من الاطفال يموتون جوعا الا تقرؤون الاحصائيات؟ في قاره افريقيا في اسيا في غير الاف الناس يفترشون الارصفه لنومهم في الغرب وفي الشرق الاف الاطفال محرومون عن لقمه عيش هذا مو فساد؟ الله يقول ما دام الشكل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ايات كثيره اكو حول هذا الموضوع يعني ارتباط له معقبات صار واضح المعقبات الملائكة الذين يحفظونه موجودون ولكن إذا هو غير الله يغير يقول روح إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إحنا إذا نريد أي تغيير للعالم لازم نغير أنفسنا هذا قانون آخر الآية وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له اذا اراد الله ان يفني حضاره عظيمه عمرها 2500 سنه حضاره فرعون 2500 سنه عاشوا عاشوا وتجبروا وتكبروا و و الى اخره في لحظه واحده البحر أغرقه بامر الله واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ما حد يقدر يقف أمامه وما لهم للآخرين من دونه يعني من دون الله من وال وال ماكو الذي يلي أمرهم الولي هو الله سبحانه وتعالى هذه الآيات تجعل الإنسان المؤمن يخضع أمام, أمام الخالق الرب الكبير المتعال سبحان الله في كبريائه وفي عظمته وفي خلقه وفي ربوبيته. اما الموعظه الاخيره كعادتنا في كل ليله عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تعلم العلم. العلم شنو؟ كل من ما ياخذ الانسان الى السعاده هو علم. سعاده الدنيا والاخره. ولكن لا شك ان العلم الذي يأخذ الإنسان إلى السعادة حتما منه العلم الديني المعرفة الإلهية أن يصل الإنسان إلى الحقائق تعلم العلم فإن تعلمه فإن تعلم فإن تعلمه حسنة تعلمه حسنة هي نفس التعلم حسنة الآن أنت قاعد تستمع قرآن وتفسير وروايات هذا حسنة إليك مدارسته مدارسته تسبيح انت ما تاخذ سبحه تقول سبحان الله سبحان الله احضر في مجلس علم مدارسته انا ادرس انت تتعلم انت تدرسني انا اتعلم منك هذا يسميه مدارسه هذا تسبيح يعتبر تسبيح مثل ان تقول سبحان الله والبحث عنه واحد يمشي كم كيلومتر حتى يبحث عن موضوع علمي والبحث عنه جهاد وتعليمه إذا أنت علمت غيرك وتعليمه من لا يعلمه صدقة تريد تدفع صدقة ما عندك فلوس علم الآخرين آية قرآنية مسألة شرعية تاريخ الأنبياء موعظة هذا يصير صدقة لك وبذله لأهله ليش لأهله أكو ناس مو أهل العلم ما يفيدوا ياهم اتركهم اكو ناس يطلبون وبذله لاهله قربة يعني قربة الى الله يقربك الى الله لانه معالم الحلال والحرام هذا يبين ان الاشاره الى العلم الديني لانه معالم الحلال والحرام وسالك بطالبه سبل الجنه تريد توصل الى سبل الجنه روح الى العلم ومؤنس في الوحده الان اغلب الناس في البيوت قاعده شنو صاير؟ كورونا جاي. أفضل مؤنس شنو؟ العلم. اثنين ثلاثة يقعدون شوية يبتعدون عن بعضهم بفاصل ما يخالف يتذاكرون العلم أو يقرأ كتاب يقرأ شيء. بعض الناس يسألون احنا ضجنا بالبيوت، ليش الضوج؟ اقرأ تعلم. ومؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة. واحد لما يكون غريب واحد في السجن كان يقول افضل مؤنس لي الكتاب في السجن ودليل على السراء اذا انت في حاله جيده دليل لك سلاح على الاعداء اي حاله من العدوان وزين الاخلاء اصدقاء الزين عندهم العلم مو الفكاهه وزين للاخلاء او وزين الاخلاء يرفع الله به أقواما بالعلم الله يرفع أقوام يجعلهم في الخير أئمة طبعا هذا إشارة إلى أئمتنا صلى الله عليه يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم ترمق اعمالهم يعني تنظر بعظمة اعمالهم وتقتبس آثارهم آثار هؤلاء العلماء تقتبس وترغب وترغب الملائكه في خلتهم الملائكه تريد صادقهم من كلمه الخليل او خلتهم لان العلم حياه القلوب ونور الابصار من العمى وقوه الابدان من الضعف وينزل الله حامله وينزل الله حامله منازل الاحباء احباء عنده يعني ويمنحه مجالسه الابرار في الدنيا والاخره الدين ورسول الله هذا الحديث من الرسول كان يحث على تعلم العلم والى نشره اللهم اجعلنا من العلماء العاملين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وال محمد. الله لله، الله سبحان الله، الله, الله. الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله. الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله